يقول دهست قط بالسيارة داخل الحرم دون قصد ولم أعلم بذلك إلا بعدما تجاوزته، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء ما دام أنه هو ما في شيء، ما فيه يعني جزاء ولا فيه فدية، القط ما فيه جزاء ولا فدية، ولكن إن كنت متعمدا تأثم وإن كنت غير متعمد فلا يثم عليك. نعم. هل يجوز للحائض أو النفساء أن تجلس في ساحات الحرم الخارجية؟ اي نعم، خارج أبواب الحرم ما في مانع. نعم.